أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم منح من كل العالم. المنحة التي سوف نقوم بتقديمها هي منحة جد ممتازة، منحة دراسية في المملكة العربية السعودية، وبالضبط في جامعة مرموقة ومعروفة، وهي جامعة نجران المعروفة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. هذه المنحة توفر لك، فهي ممولة بالكامل براتب شهري بسكن مجانا، وكذلك امتيازات أخرى تقدمها لكم هذه المنحة. الآن سوف نقوم بالاطلاع على المعلومات هذه المنحة، وكذلك مميزات والأوراق التي يجب عليك إرفاقها، ومنها الشروط التي يجب عليك أن تكون فيك للتقديم على هذه المنحة. الآن سوف نقوم بشرح طريقة تقديم. الدولة المستضيفة كما تعرفون فهي المملكة العربية السعودية الشقيقة. أما بالنسبة للجهة المانحة فهي جامعة نجران المعروفة. أما بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم فجميع الدول المتاحة لهم التقديم، منها الدول العربية كذلك، وستقبل عدد كبير من الدول العربية. بالنسبة للمرحلة التي يمكنك التقديم عليها فهي مرحلة الإجازة المعروفة في بعض الدول العربية بمرحلة البكالوريوس، أو بالعموم مرحلة الليسانس. بالنسبة للتخصصات المتاحة، هناك كليات عديدة مثل كلية الشريعة والأصول الدين، كلية العلوم الإدارية، كلية التربية، علوم الاجتماعية، كلية الهندسة بفروعها، وكذلك كلية العلوم الحاسوب ونظم المعلومات. وكل هذه التخصصات يمكنك دراستها باللغة العربية إذا أردت، ويمكنك كذلك إرفاق الأوراق باللغة العربية. ليس هناك شرط تقديم الأوراق باللغة الإنجليزية، فيمكنك إرفاقها باللغة العربية. بالنسبة لمميزات هذه المنحة، كما قلت توفر لك راتب شهري، سكن جامعي مجانا، التأمين الطبي، وكذلك امتيازات أخرى. بالنسبة للمستندات التي يجب عليك إرفاقها، يجب عليك إرفاق صورة من جواز سفر أو صورة من البطاقة الوطنية إذا لم يكن لديك جواز السفر. كذلك ملء صفحة المعلومات الشخصية وإرفاقها التي سوف تجدها هنا بالضغط عليها هنا، وسوف تجدونها في الموقع الخاص بهم، ولكن سوف نقوم بإطلالة على المعلومات المتعلقة هنا. يمكن هناك سوف تقوم بإرفاق صورة شخصية، كتابة الاسم الكامل، كذلك بيان هوية، رقم الهوية الوطنية، الجنس، مكان الازدياد، تاريخ الانتهاء، صدور البطاقة الوطنية أو جواز السفر، المؤهلات العلمية يعني التخصصات، الشهادات التي حصلت عليها أو التخصص التي أنت حاليا فيه، العنوان، السكن، كذلك المنطقة، رقم الشقة أو رقم المنزل، عناوين مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت لديك يمكنك إرفاقها، إذا لم يكن لديك يمكنك أن تتركها فارغة. الآن سوف نقوم بشرح طريقة التقديم. بالنسبة لشروط التقديم، ملء الصفحة كما قلنا، كذلك إرفاق نسخة من شهادة الثانوية العامة أو شهادة الليسانس إذا كنت حائز على شهادة الليسانس، وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه إذا كنت حاليا لازلت في آخر سنة من مرحلة الثانوية العامة. كذلك شروط التقديم، يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 17 سنة. يمكنك التقديم إذا أنت سنك 17 سنة، ولكن لا يمكنك التقديم إذا كان سنك 16 سنة، 15 وأما أقل لا يمكن. أقل سن هو 17 سنة، وأكثر سن يمكنك التقديم عليه هو 25 سنة، ولا يجب أن يكون سنك 26 سنة إلى ما فوق. كذلك كما قلت، شهادة اللغة الإنجليزية ليست إلزامية عند التقديم، لأنك يمكنك الدراسة باللغة العربية. كذلك آخر موعد للتقديم، يعني يجب عليكم أن تسارعوا للتقديم على هذه الفرصة. كذلك طريقة التقديم ليست معقدة، يمكنك التقديم فقط نصف ساعة على كحد أقصى للتقديم على هذه المنحة، فطريقة التقديم سهلة سهلة جدا. آخر موعد للتقديم هو 2 يناير 2022، يعني تبقى لكم يومان فقط للتقديم عليها، يعني سارعوا للتقديم ولا تفوتوا هذه الفرصة. الآن سوف نقوم بالاطلاع على الإعلان الرسمي للمنحة بالضغط على الإعلان الرسمي. بعد الضغط عليه سوف تجدونه على هذا الشكل، على شكل PDF، هنا سوف تجد شروط القبول وكذلك المعلومات مميزات هذه المنحة، يمكنكم الاطلاع عليها هنا. الآن سوف نقوم بالتقديم على هذه المنحة بالضغط على قدم الآن. بعد الضغط على قدم الآن سوف نذهب مباشرة إلى هذا الموقع، وهو موقع الإلكتروني الخاص بجامعة نجران.
هنا يمكنك تقديم مواد متاح للطالبات والطلاب ذكور وإناثا. إذا كنت طالبة يمكنك الضغط على طالبات مرأة وبعدها الضغط على طلب جديد. إذا كنت طالب سوف تقوم بالضغط على الطلاب وتقديم على طلب جديد بالضغط على هذه الأيقونة. بعد الضغط عليها سوف تذهب مباشرة عبر هذا الموقع. هنا سوف تقوم باختيار منحة خارجية لأننا لسنا مقيمين في المملكة العربية السعودية. هنا سوف تقوم بإدخال رقم جواز السفر أو رقم البطاقة الوطنية. هنا سوف تقوم باختيار الانتظام. بعدها تقوم بالنقر على قمت بقراءة المعلومات. وبعدها تقوم بالضغط على أوافق كما فعلنا هنا. وهنا يجب عليك ملء الخانات، أي خانة التي لديها نجمة حمراء فهي إلزامية، أما الخانات التي ليس لديها أي نجمة حمراء فهي اختيارية، يمكنك ملؤها أو تركها فارغة. هنا سوف تقوم بإدخال كلمة السر، تأكيد كلمة السر، إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، إعادة بريد إلكتروني، وهنا إجابة على بعض الأسئلة، إذا كنت ما هي هوايتك المفضلة أو ما عدد أفراد عائلتك كمثال. وهنا تقوم إذا كان اسم لا يتكون من 4 مقاطع إدخال بنت أو ولد. هنا سوف تقوم بإدخال اسم الطالب باللغة العربية، سوف تقوم بإدخال اسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، العائلة، كذلك إدخال اسم باللغة الإنجليزية، وكذلك إدخال الجنس ذكر أم أنثى، إدخال الجنسية لأنت من أي بلد كمثال. سوف تقوم باختيار مثلا سوف أقوم باختيار كمثال يمكن سوف أقوم باختيار الجزائر. الجنسيات الأم كذلك يمكنك اختيار سودانية مثلا أو نفس الجنسية. إدخال هاتف وكذلك الهاتف المحمول، تأكيد الجوال، حالة الاجتماعية أنت أعزب متزوج أو مطلق، الحالة الصحية سليم، نوع الدراسة هنا سوف تقوم باختيار نوع الدراسة، الدرجة فهي لا يمكنك اختيارها فهي انتظامية، وكذلك مرحلة البكالوريوس التي معروفة بالليسانس. وهنا تاريخ المستعمل هجري ميلادي، سوف تقوم بإدخال سنة الميلاد وإدخال العنوان التي قاطن به يعني مكان أو مكان الإقامة كالدولة، المدينة، كذلك الحي، الشارع. هنا شبكة التواصل الاجتماعي فهي اختيارية، إذا لم يكن لديك يمكنك أن تتركها فارغة. كذلك دولة الشهادة، هنا سوف تقوم باختيار دولة الشهادة كمثال، سوف تقوم باختيار الجزائر كمثال. تاريخ المستعمل الهجري الميلادي، حصولك على هذه الشهادة أو التاريخ التي سوف تحصل على هذه الشهادة. معدل الدخول مثلا في المغرب العربي نقوم معدل التنقيط هو 20/20 مثلا، حصلت على شهادة ثانوية عامة 12 وهنا أقوم بكتابة 20. وعلى حسب بعض الدول هناك على 100% مثلا 80/100 في بعض الدول العربية يستعملوا هذا النوع من التنقيط. اسم الشخص يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ، سوف تقوم بإدخال اسم الشخص أو الأخت، أب، أم، أو آخر شخص قريب لك. هنا العنوان، بعدها تقوم بالضغط على التأكيد للذهاب إلى الصفحة الموالية. وهنا في هذه الخانة فهي مخصصة للأشخاص الذين سوف يقومون بمرافقتك، إذا كنت تريد أن يرافقك أحد من أفراد العائلة سوف تقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بهم كجواز السفر الخاص بهم أو جواز الهوية الوطنية، الشواهد التي هم حاصلين عليها سوف يقوم بإفاقك، عليك فقط قراءة هنا. إذا لم يكن لديك أي شخص لوجود المرافقين اضغط على التالي للذهاب إلى الصفحة الموالية. هنا سوف نقوم بإرفاق الأوراق الخاصة بنا كما تجد، رجاء تحميل ملفات بصفية، تسجيل ملفات، هنا ملف صورة جواز السفر أو الهوية الوطنية سوف تقوم بإرفاقها، صورة من آخر وثيقة دراسية يعني صورة الشهادة الثانوية العامة إذا كنت حاصل عليها وآخر مؤهل دراسي حصلت عليه أو ورقة تثبت بأنك في آخر سنة من المرحلة الثانوية العامة، كذلك ملف استمارة البيانات الشخصية التي قمنا بإرفاقها من قبل وهي على هذا الشكل سوف تقوم بملئها. وكذلك سوف تقوم ببرنت وتقوم بحملها وإرفاقها هنا. بعد إدخال المعلومات المتعلقة بكم سوف تقوم بالضغط على التالي للذهاب إلى الصفحة الموالية وهي آخر صفحة. وهنا هي آخر صفحة، هنا سوف تجد بأن رقم الطالب الخاص بك يجب حفظه لأنك سوف تقوم بالاحتياج إليه بعد التقديم، لأنهم سوف يقومون بمراسلتك عبر بريد إلكتروني لتتبع الطلب الخاص بك. هنا سوف تقوم بقراءة هذه المقال. هنا عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، إن حصولك على الرقم الطالب لا يعني قبولك ببرنامج المنح الدراسية بجامعة نجران، ولكنه تقديم مبدئي وعليك متابعة شروط القبول الأخرى مع القسم المختص والذي قمتم بالتقديم عليه مع تمنيات عمادة القبول
معنى هذا بأنهم لقد تم تقديم طلبك كطالب أولي، ولكن هناك سوف يطلبون منك إرفاق الأوراق أخرى، سوف يقومون بمراسلتك عبر بريدك الإلكتروني، عليك فقط تفقد البريد الإلكتروني، وسوف يطلبون منك بعض الأشياء أو الأوراق أو بعض المعلومات يجب عليك أن تقوم بإرسالها لهم. وهنا نكون قد قدمنا على هذه المنحة، فطريقة التقديم سهلة ليست معقدة، يمكنكم التقديم عليها فقط في 20 دقيقة أو 30 دقيقة كحد أقصى. هنا نكون نقول لكم شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.